نحن نسير لنتابع هذه الانطلاقة ونقترب من المركز الأول. وهنا في صدارة هذا الشوط البداية والمركز الأول شاهين تعود ملكيته من هجن الرئاسة، بينما في عملية التضمير والتدريب يأتي المستحيل راشد بن محمد بن السم المنصوري. أما النقلة التالية على المركز الثاني وتواجد هملول لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، ويأتي فايز بن غافان اليابري ليشاركنا قمة القمم في هذه الأمسية. أما المركز الثالث، المركز الثالث في هذه الانطلاقة أيها الحبل الكريم، يأتي شهاب من هجن العاصفة ليحتل المركز الثالث المضمر حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الرابع ننتقل مباشرة إلى شاهين الآخر، وهنا يأتي شعار هجن الرئاسة ليتقدم مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. النقلة التالية على المركز الخامس، المركز الخامس نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر عبد الله بن سالم المسافري كابتن الطيارة يتقدم في هذا الموقع. بينما المركز الخامس أو المركز السادس نصل إلى مليح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز السابع يصل انخلي في هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمكتشف ينطلق علي بن هزيم المسافري. أما المركز الثامن، المركز الثامن هجن العاصفة تقدم لنا بناور في هذا الموقع والمضمر حمد بن راشد من غدير. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في تقدم هذا الشوط واحتلال الخمسة مراكز الأولى وتقدم هذه الأسماء وهذه النوعيات المرشحة دائما إلى مواقع البداية ومواقع الناموس. نعود إلى شعار هجن الرئاسة المتقدم هناك في هذه اللحظات. الله الله الله، نقطتين مع انطلاقة هذا الشوط، وكذلك المركز الأول والثاني بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وهنا يأتي شاهين، وشاهين على دور المنافسة لهجن الرئاسة لتتقدم هذه المؤسسة العملاقة وتقديم دائما روح التنافس المميز في كل المشاركات. المركز الثالث ننتقل مباشرة إلى شهاب من هجن العاصفة، بينما في التضمير والمتابعة يأتي الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الرابع هنا لحظات وصول مناور من هجن العاصفة ليتقدم ويقلص الفارق بين المنافسين ومع هذه الهاجمين الانطلاقات في تحديات هذا الشوط هجن العاصفة. وهنا الواثق حمد بن راشد بن غدير من خلال هذه النقاط ومن خلال هذه الأسماء أربعة وأربعة مرشحة لانتزاع نيل فوز بهذا الشوط. لكن نشوف هناك الأربعة على المركز الأول، الأربعة على الكاميرا رقم واحد تتقدم وتقدم للجماهير من خلال النقل الحي والمباشر على قناة دبي ريسينج. وهذا الحضور المشرف في هذا المساء، هذا الحضور المشرف في هذا المساء، شكرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، شكرا بو راشد على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة وهذا الملتقى الكبير في ميدان المرموم لسباقات الهجن. نعود إلى البداية ونعود إلى شاهين المسيطر حتى اللحظة على ناموس هذا الشوط، يقود المستحيل. هنا شاهين تعود ملكيته لهجن الرئاسة هذه المؤسسة العملاقة، بينما المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري حيث قدم العديد من النتائج المرضية في كل موسم من مواسم التحدي والإثارة. بينما هناك الله يا شهاب، بدأ يتسلل شهاب من عمق الميدان، ويأتي الواثق حمد بن راشد بن غدير هنا في تقديم هذا التنافس الآخر في هذه اللحظة مع هجن العاصفة إلى المركز الثاني. بينما مناور بدأ يغير ويحتل المركز الثالث، يحتل المركز الثالث في هذه الأمسية، وهجن العاصفة متواجدة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع شاهين لهجن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بن السم المنصوري. هنا يالكم يا المضمرين الواثق والمستحيل، المستحيل والواثق. ولكن نقول مشاهدينا الأعزاء بأن المتابعين على أعصابهم، 1200 على خط النهاية والبداية. هناك حصل تغيير، الآن حصل تغيير، شهاب أيها الحبل الكريم يسير إلى المركز الأول، نجم من نجوم هذا المساء هناك يسير في هذه الانطلاقة، نجم انطلق مع شهاب 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 لهجن العاصفة، لهجن العاصفة. والواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم لنا شهاب في هذه اللحظات وينطلق إلى المركز الأول، بينما مناور يحتل المركز الثاني لهجن العاصفة أيضا مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. يليف المركز الثالث شاهين من هجن الرئاسة، ولكن تباعدت الأمتار، تباعدت الأمتار بين المراكز الأول والثاني، ويسير شهاب إلى المركز الأول.
الأول ليعلن تحقيق انتصار ثاني في هذه الأمسية، في هذه الأمسية مع سن المفاجآت سن التحديات. ما شاء الله تبارك الله، هجن العاصفة هجن الرئاسة دائما تمتع الجماهير في كل مكان في حلها وترحالها في كل أسمائها القادمة وبكل قوة، والتشويق والإثارة تحضر دائما مع كل الأشواط، ليست الأشواط الرئيسية، بينما كل الأشواط الذي يحضر مع هذا الشعار تسجل النقاط وتسجل التحديات. تهانينا لهجن العاصفة مرة أخرى في مساء هذا اليوم بعد التقديم كذلك نوعية مميزة وأداء جميل ورائع، يتقدم ويتابع الجماهير بشغف ويسألون عن هذه السلالات التي تشارك أرضية الميدان. تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمرة الثانية في هذا المساء والجولة الأولى التي شهدت هذا الكم الكبير من المتابعين ومن الحاضرين من خلال هذه اللحظات. إشهاب إذا يعلم بأن بطل لهذا الشوط الخاص بالمهجنات الأصايل. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني يأتي شعار هجن العاصفة ويأتي مناور من خلاله في هذا اللقاء، بينما المركز الثالث هجن الرئاسة تقدم لنا شاهين أيها الحبل الكريم، المركز الرابع أيضا شاهين من هجن الرئاسة في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. هكذا أيها الحبل الكريم ينتهي هذا الشوط الخاص بالمهجنات الأصايل وتبدأ إثارة أخرى وتحدي آخر، ولكن نسير إلى التوقيت الزمني الحاضر في هذه الانطلاقة والتي أتانا مع وجود إشهاب على المركز الأول بتقديمه كذلك هذه المنافسة القوية حتى خط النهاية لهجن العاصفة. تهانينا والناموس. هنا التوقيت الزمني 7:34 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لهجن العاصفة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي حل في المركز الثاني مناور من هجن العاصفة أيضا حيث استطاع أن يقدم أداء مميز ورائع وتوقيته الزمني الذي حضر أمامكم في هذه اللحظات وأمام شاشة التلفزيون مشاهدينا الكرام 7 دقائق من خلال اللحظات الأخيرة و42 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وللواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث كان من نصيب شاهين من هجن الرئاسة حيث أتانا المستحيل بهذه الانطلاقات المستحيلة في مساء هذا اليوم وسجل نقطتين، بينما في هذا الشوط أتى في المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 47 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحبل الكريم مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للقاء الأبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. نتابع الآن مقدمة هذا الشوط مباشرة، نسير مع المقدمة مع هواية لهجن العاصفة، وفي المركز الثاني الغيور أيضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثالث وبرة، في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد النهيان بقيادة المضمر عيسى بن سعيد الخيلي. ننتقل إلى المركز الرابع الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري، وفي المركز الخامس الشاهينية